المجموعات الإرهابية المسلحة بإطلاق قذيفة ار بي جي على أحد المنازل، فسقطت ثلاث شقيقات شهيدات فورا، فيما لا تزال رابعة في العناية المشددة. آمنون في بيوتهم، لكن يبدو أن الجدران والأسقف لم تعد تحمي هذه الأيام. ثلاث زهرات أكبرهن بعمر 15 ربيعا، وأخرى ترقد في المشفى بإصابات بليغة من عائلة الزعبي. كنا ضحية أسلحة الموت التي يمتلكها المسلحون في منطقة جوس الخراب غرب القصير، عندما أقدموا على ضرب منزلهم بقذيفة آر بي جي. جايبين خوات، جايبين زفن عرايس، نحن واقفين على باب الدار في عصابات مسلحة وقاعدين على ظهور المدارس، وشوفت عيني خواتي ثلاثة وفي وحدة هلا بالعناية، ما بنعرف بأي مستشفى صارت. طلعت قذيفة ار بي جي من ناحية جامع عبيت الجماعة، وراح قط أربعة، هذول ثلاث صبايا ولسه بنت جريحة ما بنعرف فيها شيء.